السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في خامس حلقة من سلسلة حلقات سفر الشحات. الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن تصريح السفر وإيه هو تصريح السفر، لو أنا عايز أطلع تصريح السفر إيه الورق المطلوب، ولو أنا طالب وعايز أسافر في غير الأجازات الرسمية هعمل إيه، وإيه الوقت اللي بيطلع فيه تصريح السفر للطلاب. ما تنسوش اللي قدم معايا السلسلة دي دكتور أحمد الليزي، ويلا بينا نبدأ. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تدعمنا في لايك، ولو أنت مش مشترك لو عجبك محتوى القناة اشترك وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ. نتكلم بقى عن تصريح السفر بقى. تصريح السفر هو مخيف، كلمة تصريح سفر وهروح المنطقة العسكرية والكلام ده كله مخيف، بس في رولز لازم تبقى عارف. يطلع بقى المدام عايدة بقى و في المنطقة العسكرية على فكرة الموضوع مش قوي. أنت عايز تعمل تصريح سفر كطالب، تمام، هتعمل إيه؟ تصريح السفر للطلاب بيطلع عادي من المناطق الفرعية اللي هي مناطق التجنيد الفرعية زي مثلا منطقة اسكندرية في العبية، القاهرة كذا واحدة أصلا، سواء أنت القاهرة أو الجيزة. دي المناطق الفرعية بتطلع تصريح السفر للطلاب في الأجازات الرسمية. الأجازات الرسمية اللي هي باي نيم اجازه نهايه العام واجازه منتصف العام فقط، لا غير. دي التصاريح السفر اللي بتطلع من مناطق التجنيد الفرعيه. عايز تسافر في غير المعده هتضطر تروح لمنطقه تنظيم والاداره في القاهره. الورق اللي مطلوب منك بقى تصريح سبب السفر، سواء دراسه او ايمانكم، تمام، تذكرة طيارة ذهاب وعودة. ما تروحش بقى تقول لهم ان انا مسافر 6 شهور ولا 7 شهور والكلام ده، يعني حاول تضرب تذكرة طيارة انت رايح 5 ايام. يعني مش ما تعرضهاش قوي يعني. ما تخبطش فيه. تقول لهم مش هناخد عزالي ورايح اصلا. بالظبط. طبعا لازم يكون معاك الفيزا على الباسبور. بتصور صورة اللي هي الصورة بتاعتك اللي هي في الباسبور اللي هي عليها بياناتك، وبتصور الفيزا. تمام؟ وبتروح الشركة ب 25 جنيه ولا 30 جنيه. حاجة رمزية يعني. وبتدفعها وتاخد تصريح السفر بتاعك. وانت يوم السفر اما بتروح بتسلم الضابط الموجود في الجوازات، خلاص وخلصت. حاليا بقى في خدمه جديده اللي هي تجنيد الويب سايت، برضه هحطه في الديسكربشن تحت. الخدمه ان انت بتقدم على تصريح السفر اونلاين على موقع التجنيد، وتقريبا بيقولوا فيه دفع فيزا، لسه ما جربتوش يعني، هجربه ان شاء الله اليومين الجايين دول وانا مسافر ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. المفروض ان انت تدفع بفيزا عليها وتطلب، دي هتبقى يعني حاجه كويسه جدا 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 يعني، وتطلب توصيل التصريح السفر يا اما للمنطقه الفرعيه استخراجه من المنطقه الفرعيه، وده اللي شغال حاليا يعني. بس بيقول ان هم مقدما قدام طبعا في المستقبل هيوصلوا لحد البيت. هتنزل، لا هتنزل ديجيتال عند ضابط الجوازات. انت مش عايزه اصلا، انت هتلاقيه هناك. بالظبط. واخيرا ما تنساش بقيه الحلقات من هنا، تعمل سبسكرايب من هنا، وسلام.